وللحديث أكثر عن مؤتمر طريق التنمية والوعود التي يطرحها السوداني للتحول الكبير للاقتصاد العراقي بسبب المشاريع المطروحة في هذا المؤتمر، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. كيف ترى الوعود التي أطلقها أو أطلقت خلال مؤتمر طريق التنمية في ظل تاريخ الحكومات العراقية الحافل بالوعود التي لم تنفذ حتى اليوم؟ حقيقة المؤتمر يأتي بعد 20 عاما من حالة الفشل في عدم تمكن الحكومات السابقة في إنجاز أي مشروع من المشاريع المهمة جدا في البنية التحتية للعراق، متمثلة بالدرجة الأساسية في النقل أو الصناعة أو الزراعة أو حتى مشاريع الخدمات بكل أشكالها. ولكن عملية الطرح في المؤتمر وعملية التهويل الإعلامي الكبير جدا والمبالغ التي رصدت له في اعتقادي لا تتناسب، والمرحلة القادمة حيث أن العراق يعيش عجز مالي في موازنة 2023 قدرت بأكثر من 49 مليار دولار. هذا جانب. جانب آخر اعتماده على أسعار النفط، ومن المحتمل أي متغير دولي خصوصا فترة الصيف هذه القادمة من المحتمل أن ينخفض أقل من 70، وهذا يشكل زيادة في عملية العجز أيضا. فكيف يتم تمويل هكذا مشروع ضخم بهذه الإمكانيات العالية؟ وسبق أن فشل العراق بكل أشكال المشاريع السابقة، ومنها وما زال لغاية الآن الفشل مستمر في بناء ميناء الفاو الكبير. هذا على صعيد العراق دكتور، ماذا عن الشركاء الآخرين؟ يعني ممثل الوفد السوري أكد خلال المؤتمر كما تعرفون أن بلاده ستعمل على إنجاز الربط السككي مع العراق وإيران وأنها شريك في هذا المشروع، وهل سوريا قادرة على أن تكون شريكا في هذا المشروع في الوضع الاقتصادي المنهار عندها؟ في اعتقادي الوضع العراقي يمتلك من الإيرادات النفطية لا تكفي إلا في الموازنات التشغيلية في العراق حقيقة. أما سوريا فهي في الظرف الحالي لا تمتلك أي شكل من أشكال الإيرادات التي تعمل على المساهمة في مثل هكذا مشروع، بل ستعتمد على القروض أو أنها تعتمد على الإيرادات العراقية، ومن المحتمل ستتوجه الحكومة العراقية إلى فرض أشكال مختلفة من الضرائب وغير ذلك، وتخفيض حتى من المحتمل المرتبات في السنوات القادمة لإنجاز هذا المشروع. ولذلك نلاحظ هذه الوعود قد تكون كالوعود السابقة. في اعتقادي أن المرحلة القادمة في هذا التحالف الثلاثي إيران العراق سوريا، وكلنا ندرك أنه دول هشة حقيقة في عدم تمكنها في إنجاز أي نوع من أنواع المشاريع والتكامل الاقتصادي الحقيقي. ولذلك نلاحظ المستفيد الأول بالدرجة الأساسية من المحتمل، لأن إيران التي تمتلك بصراحة إيرادات خارج إطار النفط، أي أن لديها صناعة ولديها منتجات زراعية وغير ذلك، تتم عمليات التسويق عبر هذا المشروع والخط السككي. أما نعم. سوريا طيب دكتور، على ذكر هذا المشروع وهذا الخط السككي، إذا كان الموقع الجغرافي للعراق يؤهله لأن يكون ممرا بريا لشحنات آسيا نحو أوروبا، هل التكلفة الاقتصادية التي يحتاجها هذا الممر ستكون مناسبة حتى تحفز الدول على استخدامه مستقبلا؟ في اعتقادي الصين راهنت بشكل كبير جدا على طريق الحرير المار بالعراق، وما زال لغاية الآن في اعتقادي تفكر في هذا الجانب، أن ميناء الفاو الكبير
متى يتم إنجازه ومتى يتم عمليات الربط السككي الذي يخرج عن إطار الهيمنة الإيرانية أو السورية أو غير ذلك باتجاه تركيا إلى أوروبا، وهذا في اعتقادي سيستنزف الإيرادات العراقية والأموال العراقية، علما بأن البنية التحتية في كل مجالات الحياة بالنسبة للفرد العراقي سيئة وتزداد سوءا بشكل أكبر بسبب طبيعة الجهل للإدارات التي تقوده، ممثلة بأولا طبيعة الطرق تحتاج إلى جسور، تحتاج إلى كباري، تحتاج إلى عمليات استنزاف كبيرة للأموال من أجل الوصول إلى هذا المشروع الذي من المحتمل أنه لا يدر أرباحا كما يتصور البعض على العراق، وإنما يعتبر خط مرور فقط. ولذلك نلاحظ التطبيل والتزمير الإعلامي هو تغطية على الفشل على مدى 20 سنة ماضية من قبل الحكومات العراقية. نعم دكتور، هل يستطيع الممر الذي يريد السوداني وشركائه من إيران وسوريا يعني القدرة على منافسة المسارات البحرية الحالية التي تقدم خدمة انسيابية بكلفة منخفضة؟ على ما أعتقد هو محاولة لاستبعاد المشاركة من قبل الدول العربية الأخرى، هذا هو الجانب الجوهري والأساسي في السياسة الإيرانية في العراق وسوريا أو المنطقة. يعني هي أشركة سوريا أنهم يقولون بعد 10 سنوات من القطيعة العربية لسوريا والجامعة العربية تم استعادتها بضغوط مختلفة، ولكن يريدون أن يقولون نحن منفتحون على العرب وهذا مشروع عربي كبير جدا، ولكن يحاولون أن يستبعدون مثلا الخط النفطي الممثل بصرة العقبة، وهو من المشاريع المهمة جدا للعراق وبأمس الحاجة إليه، خصوصا إذا استطاع العراق إنتاج 6 إلى 8 مليون برميل في عام 2027، فأين المنافذ التي يقوم بتصدير النفط بهذه الكميات؟ لا يمتلك حقيقة، وهذا يشكل للعراق عائق كبير في تخفيض الإيرادات النفطية مستقبلا. نعم أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي من عمان عبر الخط الهاتفي الدكتور صباح علوه.